لا أنا حقيقة ما شفت دعم جدي وحقيقي من الحكومة الاتحادية. ما شفت يعني ليش؟ لأن أنت يفترض وزارات الدولة الخدمية تجي مباشرة لدعم واستقرار القضاء. يعني أنا عندي دوائر بالكامل من إدارة القضاء القائم مقامية بمبنى القائم مقامية وحتى نزول يعني أقل دائرة كلها مهدمة بالكامل. مراكز الشرطة ماكو، بنى تحتية ماكو مهدمة. كان عندنا مشروع مجاري بال 2012 أحيل، بداية 2013 باشرت به هاي الشركة، بس هم جت أحداث داعش وقفت هذا المشروع الحيوي والفعال اللي يخدم البنية التحتية للقضاء، وتعرضت مخازن الشركة وآليات الشركة إلى تدمير والسرقة بأحداث داعش. يعني حقيقة يعني وراها يعني الآليات الخدمية في كل الدوائر الخدمية ما موجودة اليوم. عادت كل هذه الدوائر الخدمية أعمالها من الصفر. لكن خلي أبقى مركز بموضوع أنه مدينة منكوب. نعم. أنتم اليوم كمسؤولين وحدات إدارية في هذا القضاء صار عندكم تواصل مع الحكومة الاتحادية؟ يابا إحنا عندنا مدينة منكوبة، ناس منكوبين، تحتاج إلى خدمات، تحتاج إلى تواجد وزارات معنية مختصة فعلية بمكان الموقع أو مكان هذه القضاء المنكوب. صار أكو تواصل؟ شخصيا أنا شخصيا يعني تحركت بال 2016. نعم. يعني من 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 أعلنت منكوبة استفادين من هذا. يعني وقتها كنت ناشط. ناشط نعم. بس أنا ربطت قضاء بيجي بغرفة عمليات المحافظة الساخنة التابعة للأمان العام لمجلس الوزراء، إلا أن الإدارة السابقة ما فعلت الموضوع. لأن يعني يفترض المسؤول السابق اللي كان مسؤول على إدارة القضاء يفترض هو يفتر على الوزارات، يروح ينسق، يروح يجيب جهود. يعني الإدارة السابقة ما كانت جديرة بأن بعباء قضاء منكوب مثل قضاء بيجي.